لم يترك الخالق خلقه ولن يترك الخالق خلقه ولو جحدوا به وكفروا بنعمته. على دماء أهل القضايا الرجال منهم يقوم التاريخ وتحيا القضية والشعوب. لطالما سمعنا ذلك تاريخيا. سوف أترك لكم عبارة: عندما تقلبون صفحات التاريخ فإن الشخصيات الصالحة ستظل أيقونة في ذاكرة التاريخ وشخصيتنا اليوم. فابحثوا جيدا ستجدون خير الأمثلة ومنها العبرة المثلى. أصدقائي المتابعين، كيف دانيال النبي؟ إليكم القصة الكاملة. أما الصدمة فهي في الرواية الإسلامية وفي تفسير العلماء للآية الكريمة شمشون الجبار. إليكم القصة الكاملة. الشخص اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو العزير. هل هو نبي أم رجل صالح؟ وإيه ذكره في الديانات السماوية الثلاث؟ كل شيء وأخذ بني إسرائيل سبايا وأخذهم معاه من بيت المقدس لمدينة بابل وحنانيا وميشائيل وعزريا. فأتمنى أن القصة تكون عجبتكم رب. أتمنى أن القصة تكون عجبتكم. ربنا يا رب ينفعنا باللي احنا بنسمعه وينفعنا باللي احنا بنعرفه. لو القصة عجبتك اضغط لايك تقديرا منك لمجهوداتنا، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون فيها موضوعات وقصص شيقة جدا ومثيرة، قصص نتعلم منها وناخد منها العبرة والموعظة. وفي النهاية بشكر كل اخواتي والناس المحترمين جدا اللي عندي اللي بتقولي كلام طيب. ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. اشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.